ومن الأخطاء في الصيام. تصور لو أن المرأة صامت وقبل غروب الشمس أو بعد العصر خرجت منها سوائل، فصومها صحيح. انتبهوا يا إخوة، لا يفسد الصوم ولا يمنع الصلاة إلا نزول دم الحيض المعروف عند النساء بصفاته، أما أن ينزل أي سائل من السوائل ولو كان دما لكنه ليس بصفات دم الحيض فإنه لا اعتداد به، وبالتالي تكون المرأة طاهرة تصوم وتصلي ولا إشكال في ذلك. المنتهى والمتعين عليها ألا تصوم وألا تصلي، وكذلك لا يفسد صومها إلا إذا نزل دم الحيض، دم لا بد أن يكون دم، غير الدم صفرة كدرة أي سائل آخر لا يعبأ به، ليس له حكم في منعها من الصوم والصلاة، لا بد أن يكون دم، ولا بد أن يكون هذا الدم بصفات دم الحيض. لو كان دما لكنه ليس بصفات دم الحيض فلا اعتداد به ولا عبرة. إذن خلاصة القول إذا نزل دم الحيض المعروف عند النساء، أما ما عدا ذلك فلا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، تعرفه النساء، وبالتالي إذا قلنا هي طاهرة وهذا أمر يحتاج إليه هنا، إذا كانت طاهرة ولو نزلت معها السوائل الأخرى من غير الدماء أو دم ليس بدم الحيض وليس بصفاته هي طاهرة، وبالتالي هي تكون في حكم المستحاضة، تحفظ، تتوضأ لوقت كل صلاة وصومها صحيح وصلاتها صحيح، ولزوجها أن يجامعها لا إشكال في ذلك، حتى لو مع نزول هذا السائل، حتى لو مع نزول هذا الدم إذا طابت نفس الإنسان بهذا. لكن أنا أبين هذا كحكم شرعي، يعني لو أن الإنسان رغب في الجماع في مثل هذه الحال فيجوز له.